تمام. سؤال تاني. تمام، شاب 19 سنة تزوج، ايوه، وزوجته أقل من 18، طيب تمام، ففي مولود جاي، هل يجوز إن هو يعمل ورق عرفي؟ هي زوجته ولا لا؟ طبعا. طيب خلاص، الورق العرفي والولد الحكومة بتعترف به ما دام كلاهما يدعي أنه ابن له. تمام. وليس هناك منازع. لا، جوازة رسمية. بس ما في، مش مسجلة. لا، مش مسجلة عند المأذون بس. أيوه، أنا بقول لك مش، ما تقولش رسمية. يعني تمام، المحاكم بتوافق على إلحاق الولد بهما في مصر. المضارب يدعي انه تم نصبه واحتياله عليه فسلب منه المال، هل هو ضامن؟ نعم، يضمن الى ان تثبت، لانه هو المسؤول عن الذين يتعامل معهم، ولا كل واحد يا عمره يدعي هذا، يدعي انه نصب عليه وضيع اموال الناس.